بطلته الجديدة، خال من الأوبئة والأمراض. استعد! ونسمو بمجدك وتاريخك افتخارا، فلنقف قارئين سورة الفاتحة على أرواح شهدائنا. يتفضل السيد مدير عام تربية نينوى بإلقاء كلمته لهذا الاحتفال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام خاليا من الأعراض والأوبئة. أقول للقائد بأنه عندما تفتح مدرسة تغلق سجنا. كن عالما في الناس او متعلما او سامعا. ان جف حبري عن التعبير. حضرنا اليوم إلى قاعة النشاط الرياضي لحضور الحفل المقام على هذه القاعة اللي هو بداية العام الاحتفالية ببداية العام الدراسي خالية من الأوبئة والأمراض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام خاليا من الأمراض والأوبئة، وينتظم طلابنا وتلاميذنا في صفوفهم ونبدأ العام الدراسي لنعوض ما فاتنا في العامين الماضيين، لكون كان العامين الماضيين هم الدراسة عن بعد وعن طريق المنصة الإلكترونية، ولكن هذا العام سيكون الدوام حضوري، وإن شاء الله سوف نعوض ما فاتنا في العامين الماضيين، بالإضافة إلى أنه وجود التلاميذ والطلبة في مدارسهم يعني هناك حياة ويعني هناك استمرار في الحياة، وبإذن الله تعالى سوف يعمل الجميع من الكوادر التربوية والتعليمية والتدريسية وكذلك الكوادر الإدارية على إنجاح هذا العام الدراسي. تحت شعار عام دراسي خالي من الأوبئة والأمراض، قامت مديرية العامة للتربية نينوى وقسم النشاط الرياضي والمدرسي احتفالا بدأ العام الدراسي الجديد 2021-2020 على قاعة النشاط المدرسي وحسب تعليمات وزارة التربية المدير العام للتربية الرياضية والنشاط المدرسي، وقد أخذ على عاتقه هذه الاحتفالية شعبة التربية الكشفية، وكانت جميع المراحل المركزية في المحافظة نينوى والتابعة لقسم النشاط الرياضي متواجدة، وكانت مراسيم رفع العلم وتخللتها أيضا أغاني تحتفي ببدء العام الدراسي الجديد الخالي من الأمراض والأوبئة. تقيم المديرية العامة لتربية نينوى ومديرية النشاط الرياضي والمدرسي شعبة التربية الكشفية الاحتفال ببدء العام الدراسي وتحت شعار عام خالي من الأمراض والأوبئة، حيث قامت الفرق المركزية لشعبة التربية الكشفية في تربية نينوى بإقامة هذه الاحتفالية وبحضور السيد مدير عام تربية نينوى والسيد مدير النشاط الرياضي والمدرسي. شكرا لجميع من ساهم في هذا المنشط. تقيم المديرية العامة لتربية نينوى مديرية النشاط الرياضي والمدرسي شعبة التربية الكشفية الاحتفالية المركزية ببدء العام الدراسي الجديد 2021. نتمنى من الله عز وجل أن يكون عام خالي من الأوبئة، عام جد ونشاط وتفوق، نعوض ما فاتنا في السنين الماضية بعد جائحة كورونا. عافانا الله وإياكم.